أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم اليوم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم نقدم لكم واحد الشوربة بالخضار كتجي أكثر أكثر من رائع. المكونات اللي غنحتاجو الكروم، أنا خديت أربع ديال هاد الكروم، جوج حبات ديال البصلة، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، حبة واحدة ديال الطماطم، كلشي اللي كنزولها غير هذاك الدورة الفوقانية وكنخليها، شوية ديال الربيع ومخلط قزبر وبعدنوس، الجزر خديت غير حبيبات منه، وخديت واحد نص ديال القرعة صغيرة، معلقة ديال السمن، معلقة ديال الملحة، وثلاثة اللفتات، لفتها على هذا الشكل، واحد شوية ديال الإبزار كيف كتشوفوا معايا، وعندنا الفرماج ربعة الحبات ديال الفرماج، والماء الكافي اللي غادي تقدر طيب لينا فيه الشوربة على بركة الله. بالنسبة للتقطيع كتقطعوها غير هادي هادي الطريفات كيما جاو، وكن حتى كطيب لينا وتسالي في الاخر كنطحنوها كاملة، يعني ماشي ضروري نرقوها ونعملوها صغيرين، يعني كتجي بهاد الطريقة سهلة ولذيذة بزاف. كتشوفوا معايا قطعت كلشي طريفات عاديين، وضعت الماء، دابا ضفت الفرماج صافي، وغنسد عليهم الكوكوط ونخليهم يطيبوا عادي، نسد الكوكوط وكنخليها طيب عادي. نتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك بالقناه فضلا منكم وليس امرا، باش يوصلكم كل جديد ديالي، بتفعيل الجرس وبالاعجاب بالقناه، وكذلك تعليق المزيونه اللي كتزيد تشجعني اكثر واكثر. شكرا لكم بزاف.